واحدة فيكم مش تغزر للكاميرا، مش تعطي رسالة لأصدقائها من الأطفال وكذلك حتى الأبائنا وكل نصائح بيئية. كان نجمو نعطيه النصائح البيئية، الكاميرا توا باش تركز على صغيراتنا، هما اللي باش يعطيه الرسائل متاعهم الأخيرة. السلامة يا صحابي، اليوم مش نحكي لكم على جزيرة قرقنان، جزيرة الأحلام. أنا نحبها باش وأنا ترعرعت فيها، وفيها البحورات اللي معروفة بها، ومنها يجي مورد رزق البحارة، الحوت والقرنيط واللي بيعوه واللي يأكلوه باش يعيشوا صغارهم. وزادة فيها النخيل والأرض والهواء النقي. أما اليوم جزيرتنا مهددة يعني خطر والتلوث، لذلك يجب أن نحافظ يعني على بيئتنا، وما لازمش نبيش الساشيات يعني في البحر، على خاطر وقت السلحفات البحرية هي تو وقت اصطادوها رجعوها للبحر، على خاطر هي مهددة بالانقراض. وقت دارها في الساشية المطيش في البحر تخسبه يعني حريقة وتولي تاكله وتختنق ويحللها كالساشية في القصف الهوائية مما يسبب لها في الموت. وزادة ما لازمناش نستعمل الدراية البلاستيك ولا الحديد، خطرهم يقولوا ياسر بالبحر. ولازمنا زادة نغسو ياسر نخل باش يعني نقلوا من الانحباس الحراري، خطروا ياسر كثير في كوكب الأرض وما عادش الأرض النجم يعكس حرارة الفضاء. السلامة يا حبيبي، اليوم جيتكم النادي بصوت عالي ولهفة غير لهفة العادة، نحكي لكم يا سادة ويا مادة، يدلني ويدلكم للشهادة. كلمة كيف ننطقها قلبي ينشرح وعينيا تلمع كثر محبتي ليها. قرقنا ايه يا بلادي، هي قرة عينيا وضو اليالية، يا ما تغنيوا بيها الزعماء والجدود لوحيشي وعلي واردة الله يرحمهم. حشيد ولد العباسية قال وحبك يا شعب، وانا مريم مليتي نقول حبك يا قرقنا، وعليك نشعر ونغني في كل تربيعة وغنية وتغنيجة تلقى كلمة النخلة، النخلة العالية المظلة بجريدها واللاد بخيراتها. كيف نحكيه عن خلف قرقنا نقولوا خيل وبركة، بيها تسهيل الحركة على خاطر على خلاف المنظر المزيان والحلو منها سترة للبيوت والديار، بعودها وكرنافها يتصعب بها أجمل وأبس قفات ما صنعوهاش الأتراك، بين يدين الجود الأولين لقرقنا الأحرار، طريقة مزخرفة ومزيانة وجريدها طرزنا منها الحصر والحصيرة، منها اللي فرشناها في الجوامع ومنها اللي تفرشت في الدولية الصالحين والسقاية في العربي، عراجينا تشيح تستغل في تنظيف حوايز الدار كما كنسى، وإلا تقص عواد عواد وتصنع منها الدرينة، وما أدراك مدرينة. وكيف نقول الدرينة نقول قرقنا، هي طريقة نستعملوها في الصيد البحري التقليدي إلى الحين. نجي وتول الليفة اللي هي كانت تستعمل في الحمام يتم فرك أو تنظيف جسم الإنسان عند الاستحمام بها، وحطبها كيف يشيح نستغلوه ونعمل طابونة تزيب عليها أبن فطور أشب زميتة أبا قلي وقرفيلة. آه يا قرقنا فيك ندوب ونعشق ونحيا منك نروى، في تحرك في القوير في القرقنا أعرف بلي ترك الغابة ولا الشب باش تريح تحت ظل النخلة وبرودها وهواها ونسمة السايبة اللي فيها. وكيف يخرف الخريف تلقى المشي للغابة أكثر من اللي في الدار، يلم تفر طب هو نوعا تعتمر ما تلقاش كيفه، فيه بنة مختلفة تماما عن أنواع التمور الأخرى، فما اللي يصنع منه الرب هو معجون الرطب والتفليت والشديخة تتخبى في الجار تقدعوا له الكردار قرقنية. كيف يجي الزير لابد يذوق البنن، أما الليجمي اللي هو عصير الخل لازم تذوق، الخطر على قد ما نحكي على منافع عديدة وشوية. تو نجيو الحاجة أخرى عندها أكثر من تسمية، منها الشباب كيف نسميه احنا أهالي مليت، حاجة ياسر بينا وكلها منافع، ومع تقدم الوقت طور الشباب مواهبه وضف في برشا حوايج ديكور وزينة. وتوا مقا كان شليكم خليك ربي قرقنا المزيانة، ودوني على بلادي قرقنا ولا نموت ياه، ويلي ماشي للجزيرة ويلي ماشي للجزيرة وسلم على الأهالي ومن مليتا للعطايا وخبرهم عن حالي.